عندنا وبيشرفنا كل أندية القسم الثاني على مستوى الجمهورية تواجدكم إن شاء الله في المسابقة للعام القادم. لكن إحنا زي ما حضرتك شفتوا القرعة بتاعت الدور الممتاز كان لازم تتم بشكل سريع وجدولها الحمد لله نزلت بالكامل. بعديها مباشرة ما فيش أيام وبتنزل إن شاء الله جداول القسم الثاني، بعديها إن شاء الله مباشرة القسم الثالث والقسم الرابع، بحيث كل المسابقات بتاعتنا إن شاء الله من قبلها هتكون كل الأمور جاهزة. ولكن إحنا بنخطط زي ما قلت مستقبلا وإن شاء الله توصل حضراتكم قبل بداية المسابقة بفترة زمنية كبيرة كل النظام بتاع المسابقة. وفي نفس الوقت يمكن لجنة الانضباط الموجودة عملت لائحة، ولائحة محترمة جدا هتوصل لحضراتكم، بحيث إنه كل شيء هيبقى محدد بالضبط مع لجنة المسابقات. حدث كذا هيحصل عقوبات كذا، حدث كذا هيحصل كذا، بحيث ان تبقى الامور دي ثابته وما فيش دخل فيها لمجلس اداره الاتحاد، لا بالعكس هتبقى لجنه الانضباط ولجان المسابقات ليهم استقلاليه كامله في اتخاذ كافه القرارات من غير تدخل من مجلس الاداره نهائيا. احنا حاطين هنا كور فيها اسماء الفرق، هنقول الرقم وهيطلع حد من حضراتكم عشان الحياد الكامل يطلع الاسم. عندنا الرقمين اللي هيلعبوا في وقت واحد، ما يتلعبوش غير في وقت واحد، رقم 2 ورقم 7. بمعنى التليفونات لو جه 2 يبقى رقم 7 على طول اوتوماتيك بني سويف. نفرض ان رقم 2 جه لنادي تاني هياخد الرقم اللي بعده، متفقين؟ نفرض 7 اللي جت هياخد الرقم اللي بعده، يعني عشان نبقى تليفونات والبني سويف هو الاول بالاقدميه والتليفونات هو اللي بعد منه. نبدا رقم 1. القرعه طالعه بحياديه والحمد لله، كل واحد طالع ومرضي والحمد لله. اللي عايز يصعد او يوصل لازم يتحمل ولازم يكون قادر ان هو على البطوله نفسها، واحنا الحمد لله السنه دي ناويين نعمل حاجه. وعندنا اول ماتش الاولمبي، طالعين الاولمبي اسكندريه الحمد لله، مش خايفين من حاجه ولا حاجه، هو هيبقى ماتش كويس. احنا هدي المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله احنا نادي الترسانة السنه دي بيستعد يعني بقوه، ان شاء الله نكون في الممتاز. الدور صعب يعني زي الدور الممتاز، ان شاء الله احنا مستعدين، معانا جهاز محترم ومجلس محترم وربنا يوفقنا ان شاء الله. القرعه تمت النهارده بحياديه كامله جدا بالنسبه لجميع الانديه، وكان فيها عدل، واعتقد ان هي فير بالنسبه للانديه كلها في الثلاث مجموعات، مش مجموعه واحده بس. الحمد لله فضل احنا مركزين وعارفين احنا بنلعب في مجموعه صعبه، فعشان كده ربنا ان شاء الله باذن الله يكرمنا. احنا السنه اللي فاتت قاب قوسين من الصعود، فالسنه دي ان شاء الله باذن الله يكون حالفنا الحظ وربنا يكرمنا ان شاء الله ونصعد ان شاء الله السنه دي.